هل سمعت بفيتامين ص انه عباره عن صوم صلاه صدقه صبر صله رحم صحبه صالحه صلاه على النبي وهو من اهم الفيتامينات التي تغذي الارواح اسم الدواء لا تقلق بعد اليوم مكوناته لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين طريقة استعماله في جميع الاوقات وافضلها وانت ساجد، مردوده السريع فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. خواصه يتميز هذا الدواء بخواص مسكنة تبعث في النفس الطمأنينة والراحة وتطرد الخوف والحزن والقلق والتوتر العصبي ويدفع عنك سرطان الذنوب واورام المحرمات. وسوء الاخلاق دواعي الاستعمال عند احساسك بالظلم والقهر والغم ومنغصات الحياه ومهازلها مده العلاج مدى الحياه جزاك الله خيرا ونفع بك ملاحظه مهمه لا تترك هذا الدواء في هاتفك فهو يوزع مجانا ولا يباع عافاك الله من كل داء